خلينا نروح نشوف دلوقتي مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، منها الماتشات كمان المهمه اللي هتتلعب في الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر هتعلن إجراء انتخاب رئيس الطائفة ونائبه بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الانتخابات الساعة 4 العصر بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية في منطقة مصر الجديدة. النهاردة محافظة الجيزة هتقوم بغلق كلي لشارع الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة للماريوتية، وقالت المحافظة إنه في إطار استكمال أعمال استلام النص الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الهرم، هتقوم الشركة المنفذة للأعمال باستلام الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمحطة المساحة بداية من أمام شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع أحمد لطفي السيد بطول ما يقرب من 300 متر في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة باتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، هيلتقي الزمالك مع المريخ السوداني الساعة 3 العصر، والساعة 6 هيلتقي القطن الكاميروني مع سان داونز الجنوب إفريقي، والساعة 9 بالليل هيلتقي شبيبة القبائل الجزائري مع الوداد المغربي.